سريعا ننتقل مع حضراتكم الى مداخله وبرخيه تهنئه للدكتور عرب حسن. تفضل. الكتاب الحقيقه كان محاوله جميله جدا وقيمه جدا من انسانه بتتفاعل مع هموم مجتمعها وهي عندها هموم ايضا، فهذا التفاعل بينتج اشياء وهي صورت او هي استطاعت ان توصل لسانه ان احنا نستفيد من الهموم الشخصيه مع مسجد الهموم العامه، ولذلك كل واحد منا في كل قصصاتها بيشوف حاجه في نفسه انه في حاجه عنده فعلا. الكتاب محاولة جيدة طبعا عندنا في كليات التربية والأقسام قسم الإرشاد النفسي والصحة النفسية والطريقة العلمية اللي بيبقى في برامج لمعالجة الناس وتعديل السلوك، هي بتعدل سلوك ناس بسطاء جدا مش محتاجين لكل هذه، أنا بروح مثلا الإرشاد النفسي تكاليفها عالية جدا طبعا لجلسات علمية وحاجات زي كده، فهي بتعالج بشكل معين يعني علاج نقدر نقول الفقراء الناس مش قادرين وهي بتتفاعل معاهم مين في الأدب. تقعد المسكنة وهي حزينة وده أنا شفتها فيها، يعني هي ودود وعروس في نفس الوقت، يعني مش عاوز أقول حاجات كتيرة أكثر من كده، إنما في حديث نزلنا القدسي بيقول إن لله عبادا في الأرض حببهم في الأرض وحببهم في الخير وحبب خير إليهم أولئك هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة أرجو أن تكون هي منهم ونحن منهم. وشكرا لكم على هذا اللقاء. شكرا للاستاذ الدكتور عرف حسن.